الحمد لله. هداف يا كابتن احمد، ظهير ايمن، بس الحقيقه كان ليك اهداف كتيره جدا، واهداف يعني تنم عن في موهبه وفي كوره على اعلى مستوى عند كابتن احمد صديق. الحمد لله، يمكن ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يبقى يعني شوك الدفاع كان بيبقى رقم واحد بالنسبه لي، لكن النواحي الهجوميه الحمد لله كان الواحد بيأديها بشكل كويس. وكل طبعا يعني من خلال الخبرات الواحد اكتسبها، وخلال طبعا الشغل المدربين، الناس اشتغلت معايا كتير، الواحد ازاي يشتغل على الجون، فكله بفضل الله. بس الظهير تحديدا بيبقى عمله نادره قوي، اللي عنده قدرات دفاعيه على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت يقدر يهاجم ويساند فرقته وكمان يجيب اجوال. يعني لما نبص على تاريخ والناحيه اليمين دايما مميزه في النادي الاهلي، والشمال عشان ما تزعلش برضو، بس يعني عندنا دايما لعيبه كان عندها قدرات هجوميه على اعلى مستوى الحقيقه في النادي الاهلي. طبعا بيفرق كتير جدا، بتبقى يعني بالنسبه للباكين، الباك رايت او الباك ليفت، طبعا بيبقى الواحد الدفاعيه رقم واحد. أيوه. لكن طبعا كل ما بتطور من نفسك وتشتغل في الناحيه الهجوميه بتضيف لك كتير جدا، طبعا بتفرق معاك كتير جدا.